بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأفاضل، مع هذا الفيديو الجديد اللي راح يحمل فكرة هذه خاصة بالأطفال اللي راح يقضوا العطلة الصيفية. كما كم تلاحظوا نقدروا هذه اللعبة نلعبوها مع الأصدقاء، مع ولاد العم، مع ولاد الخالة، وفي نفس الوقت تقدر الأمهات تدير فريق تاع أفراد الأسرة ديالها باش تكون هناك جو مفعم بالحيوية والنشاط والمراجعة، وفي نفس الوقت استغلال للوقت في هذه العطلة الصيفية الطويلة. كما كم تلاحظوا أنا راني طبعت هذا الأشهر بالطريقة هذه، عندي هذا النموذج وعندي أيضا النموذج هذا، هذو كبار لقيتهم في الفيسبوك في الحقيقة، طلعتهم حملتهم طبعتهم وبلاستيفيتهم باش يبقاو لي. كما كم تلاحظوا هنا امبريميتهم وبلاستيفيتهم باش الأطفال ما يخربوهمش كي يلعبوا بهم. إذا نحملوا هادو فقط، نقدر هنا نحطهم. واش نديرو في الأول؟ لعبة تكون مسابقة، أول واحد متنافس اللي يجمع لنا 12 شهر من هذه البطاقات يحمل هذا 12 من الشهر أولا، وثانيا يرتبهم ترتيبا صحيحا، يعني من الجانفي حتى لديسمبر. إذا نبداو دايما، خلوهم دايما الأطفال تاعنا يتجمعوا أو يحملوا هاد البطاقات هادو، بحيث ما يكونش عندهم 12 شهر. فيفري عندنا، جانفي، أوت، سبتمبر، ماي، مارس، جانفي عندنا على ما أظن، أوت عندنا، نحسبو شحال عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقاو لنا 3. إذا أفريل، هذا أفريل، ونبداو نشوفو واش يخصنا. إذا نبداو نرتبو بالطريقة الصحيحة، أنو نبداو نرتبو بأول هنا نشوفو هذا رقم 2، رقم 2، رقم 1، مارس عندنا، مارس أين مارس؟ مارس، أبريل، ثم ماي، ثم جوان. إذا ما عندناش جويلية، نبحثوا في البطاقات هذو على جويلية، ونخلو دائما السرعة إنه التلميذ يكون أو ولادنا يكونوا سريعين في العمل ديالهم. جويلية أين أنت يا جويلية؟ إذا جويلية، عفوا، ماي، جوان، جويلية، أوت، حاب يكون حنايا بالترتيب. جويلية، أوت، سبتمبر، يبقى خصنا أكتوبر ونوفمبر، يعني هنا خصنا أكتوبر فقط. أكتوبر أين أنت يا أكتوبر؟ ها هو أكتوبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. إذا هنا بالطريقة هذه أول واحد فينا اللي يجمع 12 شهر بالترتيب هو عنده نقطة، والباقي كامل يتوقف على اللعبة، يتوقفوا على اللعبة. إذا هنا جانفي، فيفري، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويلية، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. هذه بالطريقة تكون باللغة العربية، كما تكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بنفس الطريقة. نجمعوا نخدموا البطاقات لأولادنا. كما كنت تلاحظوا البطاقات هنا متعدة، ويمكن حتى 4 أو 5 يقدروا يلعبوا اللعبة هذه، أو نديروها عندنا شكل الثنائيات. هنا عندنا ثنائيات يلعبوا، نقدروا نديروا أيضا البطاقات الكبار هادو بالنسبة للأطفال اللي يقراو كبير ما يقراوش صغير. عندنا أفريل، أكتوبر، أوت، سبتمبر، نوفمبر، جويلية، أكتوبر عندنا، جوان أنا ما أظن ما عندناش، جوان، جويليا عندنا. إذا حنا هنايا بدات تخلط عندنا، إذا رايحين جانفي، أنا لقينا جانفي الأول، جانفي، فيفري، فبراير أو فيفري، حنا ما عندناش فبراير، نبحثو عليه في البطاقات اللي بقاو لنا هنا. دايما نخلو ولادنا سريعي في الخدمة. مارس نحطوه هنا على أظن ما عندناش، لقيناه زيادة نعاودو نرجعوه. حنا رانا نبحثو على فبراير، فيفري، مارس، ماي، أكتوبر، سبتمبر، أكتوبر، أوت، ماي، وتكون هنا شكون لي سريع في العمل تاع فيفري. جيد، فيفري، مارس، هنا جانفي، فيفري، مارس،
نبحث على أبريل. أبريل هاو أبريل مارس درناه أبريل الآن ماي نبحثوا على ماي أين ماي أبريل عندنا إذا هنا نبحثوا على شهر ماي بسرعة لازم تكون السرعة أو حتى نقدروا نديروا الكرونو ماي عندنا جوان هنايا عندنا جويلية عندنا أوت هاو أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ونحتاج إلى ديسمبر ها هو ديسمبر إذا هنا جمعت البطاقات ديالي هنا نشوف البطاقات الموجودة هنا جانفي فيفري مارس أبريل ماي جوان جويليا أوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 12 انبطاقة. لاحظوا هنايا نقدروا نلعبوا بطريقه هذه كيما نقدروا نلعبوا بطريقه اخرى ممكن هنايا هو يكون الاول عنده البطاقه هذو 12 بطاقه والثاني ايضا يكون عنده 12 بطاقه واش راح نديروا راح نلعبوا ما الذي يلي او ما الذي يلي او ما الذي يسبق دائما باش نذكروا الاولاد تاعنا تاع سنه اولى وتاع سنه ثانيه مفهوم ما الذي يلي وما الذي يسبق ما نعلموهمش غير في الاعداد فقط ولكن نعلموهم ايضا في الاشهر ما هو الشهر الذي يسبق والشهر الذي يلي مثلا احنا عندنا البطاقه الاولى راح نحطها ديسمبر هو عنده البطاقه نتاعو نقول له التعليمه تقول ما الذي يسبق يسبق لازم يحط مباشره نوفمبر يبحث نوفمبر ما الذي يسبق 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 أين أنت يا نوفمبر إذا نبحثوا بسرعة بسرعة نعطيه نوفمبر هو يكون عنده أو نخليه له يعني تاء نوفمبر ما الذي يسبق يسبق نوفمبر نردوا البطاقات هذو كل واحد يرفد البطاقة تاعو كامل الثاني كي جابها صحيحة يحط جوان مثلا ما الذي يلي هي لي جويليا مباشرة أنا عندي جويليا مباشرة إذا نحط له جويليا بعد جوان جويليا كل واحد يفتح البطاقة تاعو الآن حنا الدور الأول مثلا راح يحط بطاقة أوت ما الذي يلي أوت يليه سبتمبر إذا سبتمبر أين أنت يا سبتمبر لازم نكون السرعة هنا وفي نفس الوقت ولادنا راهم يتعلموا راهم يتسلوا وراهم يحبوا القراية إنه القراية المملة هذيك راح تبعدهم تنفرهم ما يتعلموش لكن بالطريقة هذه راح نحبب لهم القراية وراح يكتسب هنا يا وليدي سنة أولى سنة ثانية كيف تضيع في سبتمبر أكتوبر خلاص بعد كنعلموا الأشهر وفي نفس الوقت راح نساعده إنه يتسلى ويقضي وقت ممتع في هذه الفترة تاع العطلة الفترة الصيفية إذا مشاهدي الكرام إن شاء الله الفكرة هذه ببساطتها يعني عندها أثر كبير على التلميذ من الناحية النفسية أنه ما يملش يحب يقرأ ومن الناحية أيضا الاجتماعية أنه راح يكون مع خوته مع الأم ديالو مع أفراد الأسرة يعني كاين دايما اجتماع دايما حوار إلى غير ذلك إذا هنا أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك على الجميع بإذن الله.